اهلا ريحان، انتي منيحه؟ شو بوشك؟ اها منيحه، لا تقلقي، بس تعبانه شوي. لوين رايحه انتي؟ هلا مليكة اجت نادت لي، عم تقلي انه الاكل جاهز، ما بدك تاكلي؟ لا حبيبتي، لاني اكلت قبل ما اجي. الف صحه وهنا. خلصتي كل وظايفك؟ خلصتهم، مع انه كان عندي كتير بس ما التهيت وخلصتهم. دخيل قلب الشاطره ما احلاها. يلا معناتها حبيبتي روحي كلي. كنتي شغلتي لهم بالون عليكي لو انك دختي وقعتي. منيح اشتريت هاي الساندويشه. هي اللقمة اللي عم باكلها من تعبي وعرق جبيني. من هلأ ورايح رح اعتمد على حالي. ما رح اقبل حدا يمنني بلقمتي. بدي اياكي تعرفي انه انت من هاللحظه ما عاد تعني لي شيء. خلص صرتي مثلك مثل الكل. كل شيء صار ما كسرني واثر فيني قد هذا الكلام. مستعدة اتحمل كل شي بالدنيا الا الحكي اللي قلت لي اياه، لانه كان كتير تقيل وقاسي. كأنها زعلانة. بس أنا المفروض إنه ما بيهمني لا زعالة ولا فرحة. شو دخلني؟ هي بالنهاية ما عاد تعني لي. ولو شو ما صار هذا الشيء ما رح يتغير. هاي حياتها وأنا ما إلي علاقة فيها. مين عم يبعت لي؟ شفت الفيديو؟ الخبر على كل المواقع، ما شفته؟
شو هذا اللي عم شوفه؟ ها؟ احكي، عم بسمعك. مين يلي صور الفيديو؟ مين؟ هذا اللي بيهمك من السيرة؟ قري شو مكتوب، قري طلعي. كاتبين انه عروس عيلة تارهون عم تشتغل خدامة يا خانم. تفضلي، عندك شي حابة تقوليه؟